تكمن فكرة المشروع ألتيما حول تقديم إمكانات عادلة لجميع أعضاء المجتمع، وفي هذا الصدد أنشأنا مجتمعا جديدا وهو تجمع سيولة ديفيو ذو عتبة ضمان أدنى. من الآن فصاعدا يتاح للمستخدمين تجمعين، تجمع VIP أو التجمع الأحمر، وللبدء فيه لا بد من توافر رخصة بتكلفة عدة آلاف يورو على الأقل. المجتمع أو التجمع الأخضر لبدء الكسب فيه رخصة بتكلفة من 110 يورو ستفي بالغرض. التجمع الأخضر حل ممتاز لإطلاق مشروع خاص مع ألتيما لذوي الموارد المحدودة، وبالنسبة لمن يمتلك كفاية من الموارد ويود مضاعفتها على وجه السرعة يفضل البدء من تجمع VIP أو التجمع الأحمر. إذن ما هي آلية عمل مجتمع التجمع؟ الخطوة الأولى على المستخدم الحصول على رخصة يونيتي الخاصة بتكلفة من 110 يورو للانضمام إلى مجتمع التجمع الأخضر. الخطوة الثانية إبرام عقد سبلت والحصول على التوكينات يونيتي سبلت. بعد إتمام إجراءات الدفع في عقد سبلت تتم تعبئة التجمع بالتوكينات ألتيما تلقائيا ومن ثم تجميدها فيه. الخطوة الثالثة تحويل التوكينات يونيتي سبلت إلى سمارت وولت. وأخيرا الخطوة الرابعة عدم إهمال طلب مكافأة بصفة منتظمة، يتم دفع المكافأة من مجتمع التجمع للتوكينات ألتيما. تجمعات سيولة ألتيما تحل المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البيتكوين، وهي ارتفاع مستمر لتكاليف تعدين العملة. بداية عملية التعدين كانت متاحة لأي أحد مع كمبيوتر منزلي شخصي، لكن الآن يجب شراء معدات خاصة بآلاف الدولارات قبل بدء التعدين. أما في ألتيما تكلفة الانضمام ثابتة، وبفضل ذلك يعد التوكن متاحا تقريبا لأي أحد حول العالم. مجتمع التجمع الجديد فرصة جديدة وفريدة لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال الانضمام إليه والإبحار في بحور الفرص من ألتيما كما تبحر الحيتان في أعالي البحار.